طبعا انا اتمنى تقدرين تبقين اكثر، بس لازم نسد المكان. شكرا لك، اشكرك على هاي الورده الحلوه. عني شكرك. بس يعني انت شخص غريب شويه. ليش؟ يعني ما طلبت مني رقم تليفوني، الواتساب او حتى نتواصل. انا ما عندي تليفون، بس احب اتواصل وياك وجه لوجه، واحب اسمع دقات قلبك. تدرين من اباء على عينك احس روحي تطلع من جسمي وتدخل بروحك، ومن ترجع لي تحشي لي عليك. اقتنعت، اعتقد اني همنا راح اترك تليفوني. يلا اشوفك باكر. اشوفك باكر.